مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية، احنا اليوم بمدينة السليمانية، وصلنا هنا حتى نحضر مهرجان السليمانية للثقافة والفنون، خليكم ويانا حتى نتعرف على المهرجان وفقراته العديدة. سعيد جدا ان اكون بالسليمانيه واتحدث للرشيد العراقيه او البغداديه. اشارك في مهرجان السليمانيه الثقافي بثلاث اغنيات الشعب الكردي كله يعرفها وسيغنيها معي على المسرح. اتمنى ان تكونوا معنا من الرشيد الى السليمانيه لجماهيركم. اهميه المهرجان والله انا هذا التلاقح الثقافي، لأن مهرجان هذا عالمي ومو محلي، في ثمان دول مشاركة به، من ضمنها أذربيجان ومن ضمنها إيران وبقية الدول أخرى. لتلاقح الثقافات هذا يزيد في ثقافة الفرد في كل هذه الأقطار. أتمنى لكم كل خير. يعني يمكن إحنا كلنا نعرف أنه الموسيقى هي لغة الشعوب، يعني باللهجات وباللغات أكو خصوصية لكل بلد، لكن الموسيقى يفهمها كل الناس. شيء جميل أن نحضر المهرجان الأول اللي راح نسمع به وراح يعرف العالم التراث الكردي في العراق. قلما تنقل مثل هكذا ثقافات معنية بالموسيقى، لكن الحمد لله والشكر يمكن أصبحت الموسيقى الكردية يعني أو العراق مبادرة به الأولى، لأن إحنا نعرف أكو أكراد ببلدان أخرى، لكن هذه المبادرة خلينا نقول هي الأولى، المهرجان الأول اللي راح نسمع به ونتلذذ ونطيب آذاننا بسماع تراثنا الكردي الجميل. قبل ما أنه نتكلم بالموضوع، أنه تفاجأنا بالحضور الهائل داخل هذا الحفل الكبير، بالإضافة أنه الشعوب ضروري أنه تعرف التراث الكردي، لأن عندنا بالتراث الكردي من الألحان والأغاني اللي ممكن إحنا سامعين هواية التراث الصيني والياباني والهندي، بس قليل من الدول تعرف أنه تسمع بالأقليم كردستان بس تريد تعرف التراث ماله. فجدا سعيدين احنا شفنا مدعوين عرب وحتى اكو اجانب انه جايين هذا الحفل، احنا ما كنا متوقعين انه المدرسة كلش يعني ما شاء الله. هذا المهرجان هو جسر للتواصل بين ثقافات شعوب المنطقة. كثير من الفرق جاءت من تركيا ومن سوريا ومن إيران، طبعا فرق من العراق، من بغداد ومن سليمانية ومن دهوك. هكذا مهرجان في هذه الظروف الصعبة الموجودة الآن في المنطقة هو يعتبر رسالة محبة وسلام. الفن دائما يجمع بين كل الفرقاء، وهذه هي الرسالة السامية اللي المهرجان يحاول من خلالها أن يوصلها إلى الآخرين. هذا المهرجان مهرجان مهم يحدث يعني مرات قليلة في هذه السنوات، يعني هذا المهرجان ليبين كل التقاليد وكل عادات هذه المدينة، مدينة سليمانية، مدينة الحب ومدينة التقاليد، يعني مدينة الإكرام بين الأشخاص، مدينة مفتوحة لكل أشخاص من كل مدن يعني مختلفة من العراق، وكلهم مرحبوا به في هذه المدينة. وهذا المهرجان طبعا يقام سنويا ليبين احترام وافتتاح هذه المدينة وليقدم هذه التقاليد وكل سنوات الخبرة هذه المدينة لمدن المختلفة في العراق.
وإن شاء الله يكون سهرة ممتعة لكل الذين حضروا إلى هنا. أنا سعيد جدا بحضوري لهذه المدينة الوديعة، وحقيقة هذا المهرجان أنبأ عن رسالة رائعة للحب والسلام، فأتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يا رب يديم هذه النشاط.